مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من مدير المزرعة. أنا حاولت أحطي واشتريت تراكتر أنقل، لكن طلع الوضع مختلف. إنزين، فطلع الوضع محتاج أنا لوجيستكس وعندي عيادات وعندي دنيا. فعندي لوجيستيك هود كوارتر، ما أعرف أنا يعني هل بستفيد منه ولا لا، بس أظني مضطر اني ابني على اساس اني انقل الذرة. لو تذكرون انا اذكركم دقيقة بعد ما بنينا نحن هني وماتوا عندنا النعام لان ما كان الذرة تي من هني. فالحين ابا اشوف شو السالفة، هل لوجيستكس هو اللي راح يساعدني ولا لا. سمر از انت هم نبي بالتام انفوكيشن انفورسي اسستون لبريد تام لكم فور افتر بلانتن. اوكي ماشين 1 2 3 4. الحين مفروض هذا خل شو الرينج ماله عالي والله. الحين مفروض هذا يقدر يشل، يخليهم يشلون الاكل من هني ويجيبونه هني على امل. الحين انا عندي ذره، عندي 1000 ذره اخر مره. ستورج ماشينز مش فاهم الحين ليش مش قادر اجيب الذرة من كان هذا المكان. زين خلينا نشوف الماشينز لانه يموتون عندي. خلينا بنشتري له هذا، بس ما في شيء عندي مكتوب عليه انه ينقل الذرة. انا هاي مشكلتي الحين، انا عندي بيت في مكان بعد حق تراكتر، وهذا مكان حق كذا، بس الحين بيتمون لين يموتون، ما في حد ينقل عندي. فالحين قاعد احاول ادور طريقه كيف اقدر انقل الاشياء. هذا بعد يسوي صيانه، هذا بير ماي قديم شوي كذا، وينتربين. زين عندنا ديكوريشن ما نبغى، جراجات ما نبغى، باركينج هذا عندنا، وعندنا بارن حظيرة، روس فيجيتابلز كل شيء. خلينا نحط بارن ثاني كوبي من ذاك الاتجاه، قريبا كوبي انا هني حبة اوسع. زين اللي يذبح من هني هذا، لو افتح الوير هاوس موجود اظن الذرة، المفروض انه موجود كان بس اظن مش موجود. فالحين اللي انا ملعوزني اني مش قادر انقل الاغراض من هناك لهني. عندي شو ريفار اسوي لهني مثلا. زين خلنا نشوف بيخلصون بناء المستودع هذا. الحين هاي انا مش قادر اجيب لهم اكل، مشكلة يقول لي مستودع. كيف مستودع؟ هل هذا فيه رينج؟ يمكن فيه رينج بس واصل لهم. ها المفروض مغطى الكل، واذا فيه ذرة ليش زعلانين مني؟ بنيت اشياء ما لها داعي ابدا ابدا ابدا. الحين قاعد ابني اشياء، في ناس قاعد تدخل هالمبنى بس ليش؟ هنا السؤال. فورست هاربست، الحين بدينا نسوي هناك هاربست. الحين خلنا نشوف الهاربست، ندخل الماركت. عندي 18000 كيلو. مشترين كيميكال ما ادري شو، عصيدة حقيقية يعني 1000 كيلو سعره مرتفع. فهمنا هذا 450 كيلو كم بيجي؟ 8000. بعد هالتعب كله 8000 أصلاً، لكن هاي مثلاً. الحين عندي مشكلة مع طعام الحيوانات، خلينا نحط جرين هاوس ثاني على ما يبدو.
خلهم يبنونه لان عندنا عمال زياده. نحن مش انه ما عندنا عمال زياده، على امل اني اخر الموسم اقدر اجيب فلوس. بس اذا كل بيت قاعد يجيب لي 8000 10000 انا ما بكسب بشكل فعلي صراحه. التكلفه عندي اعلى وايد، التكلفه العاليه الحين هذا بيموت من الجوع. تشوز فود كواليتي، اي هاد تو تشوز. طول الوقت كان لازم اختار. وردي نقص يا عنده ما بيموت يعني. فعلا لوجيستكس يابا، شفتوا لوجيستكس يابا. انزين هذا معناه محتاج سور جرام. خلنا ندخل الماركت، نروح على السيريال. سيريال مثلا 10000 فورن، 9000 والاخير اللي هو هذا حبوب صويا 10000. انا قاعد اخذ هاي على امل شو ان ما يستوي عندي مشاكل. فود كواليتي عالية الحين، لازم اختار الفود كواليتي مالهم. وهذا انا ما كنت حاسب حساب شيء نفس هذا. نعطيهم 10 في الفرو. يعطونا بيضة. الحين قاموا يعطونا بيضة، يعطونا مينر بعد. عن تخزين مينر صح؟ عن التخزين يعني في الواقع لو كنا سوينه المفروض ما عندنا مشكلة. بس شو يشترون دايركت ولا يدخل عند المخزن؟ هذا هو السؤال. أظن يشترون دايركت. ايفون واحد يشتغل وما اخترت انا في شيء. خلنا ناخذ الخيار، كان نكتب شو بمولع. زين اوكي، ورجع يحطوا له كل شيء. زين مستهلكين 2000 لتر، والله كميه اكبر ما اتوقع. زين بس والله ينتجون المينا في السماوات، انتاجه مش خفيف، انتاجه شبه عالي صراحة حاليا يعني. انت توقعت انتاجه اخلي. زين خلينا نحط بيت نعام ثاني بما ان عرفنا شو السالفة. هذا شو اخبار الاكل؟ الاكل بيكفي فترة طويلة. كم يبالي عسب ينتج؟ اوريدي عندي 14 بيضة. عندي اوكي، عندي وير هاوس قريب بعد، عندي مستودع مفروض ان العمال ينقلون فيهم. عمال. زين خلينا نبني واحد نعام فري غير. يا سلام والله بالغلط، بس صراحة سوي هير واحد خبير حيوانات. زين ان شاء الله ما يروح البلانتينج ان شاء الله. الساين من خبير الحيوانات هذا ونسوي شو باي. الحين عرفنا شو الشغلة صح؟ خلنا نروح سوق هنا والكلام سل. ليش ما عندي شيء ابيع؟ يعني الحين هل البيض ما اقدر انا اشله؟ سؤال جميل، لان الحين ما في شيء قاعد ينتقل سوق المستودع. هذه موضوع اخر ترى على فكره، انه ما يروح المستودع. ولا زال يستعملون الوير هاوس الاولي على فكره. 40 ليش ما اقدر ابيع؟ ولا الحين توهم ودوه اقدر ادخل الماركت. كم يجي الفلوس؟ مش سيء، احسن من ولا شيء. عنده خلص سعر نعامه وحده.
بس ممكن ممكن نبدأ نشوف المصانع. أظن إذا ما جبت العيد الحين أهم موضوع ثاني. الحين فرقت حاشي نسيت أن خلنا فرقت ما نبغى من اللي يطحن قن اسمه خاوس ميت اللحم سلوتر هاوس فرقتهم ملك بروسيسون ما نبغى فروت فيجيتابل والله نقدر نحوله لأنواع. الحين عند رسالة إن شاء الله خير فيلد هارب بسيط ثلاث كرام هذا أسوي لهارب ها مفروض يحافظون عليه طول المواسم. بس المشكلة وش المواسم من جانب دهر يا يا الله انا عندي مدينه ترى على فكره اوستريتش خسرنا 26000 لنا 10 هنا بعد 49000 لنا ماتوا عندي وايد ب 100000 انا خسرتهم بس ترى اشياء عرفتوا مونثلي ويجز 18000 مينتنس 700 من كم مابا بمونتري من كم اصلا انا عندي شيء ما اخذت 20000 من البجت الى اخره. لا لا اوكي هو شوفه هو مش سيء صراحة مش سيء ابدا بس يروحون يشلون سيارة ويون ينقلون يا هي شغلانة فود كواليتي يلعب دور كذا يلعب دور انزين البيوت هاي خلنا شوي نحط فيها ديكوريشن خلنا نحط شوي ديكور بيوت شكلها بيض صغير وايد صغير هل بيردون يسوون ريسيركليت نفس الشيء يردون يزرعون قاعد يسوي له هاربست اوكي اتس نايس بس ابى ازرع شيء من الفواكه الحين ابى ارفع مستوى الدخل مالي بس البطيئين انا قاهر انهم يمشون لين هنا ويروحون يردون ضي شغلانة اوكي هذا شو اخباره اوكي هم بقال وايد بدنا نسوي لعبة جريد و 2500 بيت خلاص خل هذا يشل اللود مونه وخلاص ما لداعي العمال يشتغلون 24 ساعة انزين هذا معناه نحن مفروض الحين دائما نحصل اشياء نبيعها كابج عندي كم كيلو عندي 2000 شيء كيلو خش بيض 8000 وضال اوستريج مدخول 7000 لا اوكي شوي المدخول قام يتغير شوي لما نشوف اشياء نبيعها الحين خلاص اظني هذا بيتم يردون يزرعون نفس الشيء كل مره وهذا المطلوب ما بأرجع لهم كل يوم صراحة أنا كل شيء ما برجع لهم الحين اللي بسويه يمكن أزيد أفكر أزيد أسترج غير أوضف ناس من كم عندي 7 من 8 نزل خلني أزيد أسترج لأن فهمنا في السالفة وحاليا قاعد يطلع فيه ولا
لا بحط شيء ما أقدر أنا عيب إني صرفت من خل كهرباء. أبغى أبغى ممر خدمات. الحين بنحط الأسترج مقال واحد هنا ثلاثة ما أدري عندي كل شخصية هاي مشتركة ممكن نوصل الشارع هذا بكتفي أظني هي توصل تطلع عليهم علامة خضراء هني حمرة تطلع عليهم في عمود الثاني انزين الحين هذيل خلنا نشوف نسوي لهم الساين أي حد موجود ما خربتها يبدأ اقدر اسوي اساين حق اي حد ابغاه من النباتات اللي هني هذا this is bad this is really bad ابغى واحد حق الحيوانات ابغى حق النباتات واحد حق الحيوانات واحد زين بسوي اساين شوف الحين متخصص الحيوانات ما اقدر احصل لي بالي وقت لاني مفروض لا مفروض لا انزين هذا في حد هذا في حد صح باي بنحدد جودة الاكل على اللي عندنا احنا بنشتري شوف الفلوس كيف تنزل بنحدد جودة الاكل هذا ما في عمل ايوه الحين طلع زين انا وظفت حد حق حيوانات مين صار فلتر من الهاوس انا موضوع البنا في هذه اللعبة راح يطلع لي كرون عرفتم اي حد يروح يرقد على طول تعال سلة سرقة لا ما يصير بالطريقة هي يا اخوان بروح على طول يعني الناس تريدا اوستريجي 20 واحد من ثلاثة ودخولتي جيد جدا والله افكر ازيد على الفود كواليتي اجيب سان فلور فخلنا ندخل الماركت ماركت هنا صحيح انا بس اروح سان فلور اشتري 10,000 باي زين وبزيد هذه الوجبة عندهم ايوه هو ذا الكلام هذا معناه انتاجية بتزيد هذا معناه اوكي في حد في حد ايوه حد يبون اكل هايل بس هو اللي موظف هذا مفروض يجيب زين الحين عندنا 8000 والله يستهلكون انا ما اقول لكم اي بس يستهلكون شوفوا رازبري شوف نحول الرازبري لشيء ثاني مو احسن عصير كان not enough money ما عندي فلوس واو خسرت 800,000 خلال حلقتين unassigned the stuff هني ما اقدر اسوي لهم assign لو اقدر اسوي assign هني برتاح بس اظني الموظفين اللي هني اصلا يشتغلون كل مكان مش نفس باقي الموظفين ما عليك مشكلة خلنا نفتح الماركت سلك شو عندي للبيع أنا 14,000 هذا هاي الأكل 9,000 ثمين والله هو مش سيء لكنه مش جيد يعني في مجال حق أشياء أفضل شوف يشلون السيارة يوم إني ريس نايس ما شد الكلك على سيارة تشوف ولا لا نايس صراحة نايس زين هذا معناه إذا السالفة بالطريقة هاي بحاول أجيب وظائف أخرى مثلا إيش فار أوه
شيء عملاق في الفرن. مو الكاوشد شو بيسوي لي؟ اقدر اسوي بقر واقدر اسوي غزلان. هذا اقدر اسوي خنازير سمول شد. هذا اقدر اسوي خرفان. شو رايكم خرفان؟ خرفان خرفان مشكلة عندي وايد كوست. تعالي بحطي 2 خرفان على امل عندي مكان وضع طيب حنمر 1 2 زين بليون هني السايد هذا ثان هذا فيه مطبخ هذا اشتري فيه كان فيه واحد ثاني وكذا هني حلو الكهرباء الكهرباء نويس انزين باي ابا خرفان. حاليا شو عندي؟ عندي هذا بعطيهم بس على اساس انهم يموتون. باي ابا ماعز بوت شو ينتجون؟ ما عندي لا جزر ولا هذا. فصبر الحين صبر الحين استوت تحسب شوي معقد اكثر. عندنا خلينا ناخذ سايلو 5 طن استورج سايلو 5 طن نحطيه عكس السايلو الاولي ونوصله دار. اوكي اذا نبغى مخرف ما بحط مكان ثاني ما بحط الطريقه. شو هاي زين الحين الخرفان يبون قمح وشعير حشيش وكرب. مش من مصلحتي اسوي نوعين باي خرفان الا خلهم خرفان. حاليا عندنا هذا زين ما عندي فلوس على فكره. مش من مصلحتي ابدا ان اسوي شيء زين. ليش؟ لان وايد بنوع في المنتجات بتلعوز. الحين اللي بسويه اشتري هني باع حشيش صح؟ حشيش براس كروب خلنا نبطل بعده نباع براس 10,000 بلد بارن نيدز بارن. زين بناخذ شيء ثاني في عندنا اي 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 10,000 كل الاشياء يبالها شو؟ ما يبالها سايلو ويت ما اعلم ترى ما يضر. ترى صار عندي 100,000 تقريبا. اوكي وقص على عمري ويت زيت سكرين هاي 19,000 زين بنعطيهم ميت في ما نقدر. جراس جراس وين يكون؟ عد بار جراس بار. اوكي مكان تخزين بار مش صغير ابدا. زين اني خليت مساحات حق خدمات راح بنبني بار اذا احتجنا. انا ما اعرف احجام البار صراحه ما شيء هذا البار هو حجم واحد 12,000 ماكس بس 50,000 اوكي. شو مشكلتها؟ شو مشكلتها؟ لحظه لحظه نو وير هاوس هذا شو؟ كلامات وير هاوس شو؟ صبروا وير هاوس مش عايز يمكن المفروض نغطي كل هذا ولا في منتجات لازم حق بارنا اظن
انا ما اقدر احطي هناك، هو على كيفه يحطي هناك. المشكله لان الحبيب اصلا راح يغير مكانه اذا ما عجبه. زين الحين صار في مكان ويرهاوس. المفروض يحسب مكان ويرهاوس. خلاص عندي ويرهاوس هنا، عندي هنا. انا هالشغله اللي تطلع روحي. في شيء قاعد يتجمع هنا. مينور 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 مينور. هذا ما يوصل. وصل هذا هو. فوق 20,000. انا مشكلتي وايد. خلنا نفتح الماكر، اروح المبيعات مينور، خلنا نبيع 10,000 لان شكله بيكون عندي وايد. خلنا نبيع البيض من عناد مجاني، سعره زين. خلنا نبيع هذا. شو اخباره؟ سعره ثابت. هذا الخيار ثرية. لا بيعه. زين شو عندنا بعد؟ الحين سان فلور. لا وول وول وول. بيع الحين. بيع بيض. بيع حليب. شو اخبار السعر؟ ذا قرب. خلي عندي. اوكي شكله كان عندنا مشكلة الوير هاوس يمكن متعبي، او المينور نفسه. هذا المنور وهذا حق التماد كان اوريدي وايد عندي. فالانتاج هنا وايد على السماد الله يعزكم، انتاج ضخم. فمن الافضل اني اسوي يمكن واحد ثاني هني بلدك حق المنور هني اساس بدون يفضون معاه. خلنا نسوي هني منطقة للمنور. زين فظيع اللعبة صراحة، جميلة للحين عايبتني. والإدارة فيها الإدارة حلوة، الإدارة حلوة بس يبالها شوي واحد يتعود على الإدارة. يا سيفضي المنور هني. شوفوا 11,000. بس الحلو يوم تدخلون هني يعطيكم التخزين، الساعة التخزينية الكاملة، يعتبرهم كلهم كانوا مستودع كبير. هالشي جميل الصراحة. شوفوا اشياء بس ما قاعد ينقلون من فيها كفايه. ليش؟ يبغى لنا لوجيستيك هاوس ثاني. والله هني مكان حلو حق لوجيستيك هاوس. هني كان مكان حلو بس اظني ما في جراج. ليش الانيمال برودكشن ما كان برودكشن؟ كان عندي مكان تحت جراج. لا هاوس. وين انا كنت مسوي لوجيستكس؟ وين اللوجيستكس؟ سوشيال وير هاوس ادرس. هنا لوجيستيك وير هاوس. ها معناه لازم يكون عندي واحد ثاني على الشارع الداخل اللي هني. بس ما ينفع. هني ممكن بس لا يفضل. هني ممكن ويفضل. خلنا نسوي هني جراج ثاني. لان بزيد مزارع الحيوانات فبحتاج كمية لوجيستكس حاليا. يلد هاربست. الحين لازم اسوي شوي فلوس، لان للحين انا فعليا ما قاعد اسوي فلوس. فعليا انا ما قاعد اسوي فلوس. اظن اني اسوي مصانع. بس مصانع ما ناكل. نبى ناس حق تصنيع. الحين شو قاعد اسوي؟ قاعد ابيع اشياء عندي السن. بس كم قاعد ابيع هذا؟ 1,000 12,000. انا احس كابج سيدلينج اورجانيك. زين مثلا هذا كم قاعد ابيع الحين؟ 100. خلنا نشوف توتال مبيعات، توتال فاليو تحت. هذا تشوفونه هنا تحت. بنخلي نبيع
10,000 يبيع، لأن ما شاء الله قاعد يزيد عندنا السماد وايد. زين، وبنحط حليب كم؟ 10,000 توتال سيلز، which is nothing. Nothing يعني كلمة nothing، ولا شيء ولا شيء. لا، الوضع محتاج إلى تحقيق وتفكير وترتيب الصراحة، جدا 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 جدا. بس ما بيكون في هالفيديو، بيكون في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.